نبدأ أخبارنا الرياضية من الدوري المصري وفوز فريق سموحة على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد بيتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة. ونروح للدوري الإنجليزي وفريق ليفربول اللي حقق انتصارا على ليستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 21-22. بالنتيجة دي وصل ليفربول إلى النقطة 51 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي. امبارح شارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وكانت مشاركته حاسمة جدا وقدر انه يقود هجوم ليفربول لإحراز الهدف الثاني، وتصدت العارضة لكرة ساحرة من قدمه، وكمان جماهير ليفربول استقبلوه استقبال كبير جدا وغنوا الأغنية اللي دايما بيقولوها له ورحبوا بعودته بشكل مبهر. حقق أرسنال فوزا مهما على مضيفه فريق ولفرهامبتون بهدف نظيف في اللقاء اللي جمعهم امبارح على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 21-22. يحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 34 نقطة. نهاية موجز الرياضة، عودة مرة أخرى لأحمد وبسنت لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. إليك بسنت. شكرا لك يا فاطمة.